حبك عجبيني انكتب قلبي بحبك ما كتب حبك عجبيني انكتب قلبي بحبك ما كتب انت عندي بالدنيا انت عندي بالدنيا المنى وعز الطلب تسلميني 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 ابوس ترابك يا حلب صباحك يا سمر، كيفك اليوم؟ منيحة تمام، انت؟ تمام ممتاز. يوم نفس الستايل انا وياك. نفس الشيء، هي الصدفة بس صدفة حلوة كثير. دائما هيك انا وياك، دائما الالوان والقصص حسب مزاجنا يمكن، بس اليوم كثير نفس الشيء كأنه انا وانت متفقين، بس نحن مو متفقين. طالعين نفس الشيء. يسعد صباحك عن جديد، وصباح كل مين عم يتابعنا. نهار جديد بتمنى يحمل معه كل الخير والسعادة والطاقة الإيجابية والصحة والسلامة لإلكم. مثل كل يوم عنا العديد من الضيوف والفقرات والأخبار المنوعة. ابقوا برفقتنا بحلقه مميزه كثير وضيوف ولا امياز من هيك. ويسعد صباحك عن جديد. عن جديد صباحك يا سمر، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا. وانا كمان بدي اتمنى لكم يكون نهاركم كله طاقه وكله حب وكله صحه اهم شيء. يسعد صباحكم. خلينا نروح لفاصل ونبلش صباحنا لليوم. نبدأ صباحنا لليوم مع الحب والأمنيات الحلوة. كتير منا بيتمنى كتير من الأمنيات وبيتمنى أن هي تصير حقيقة. أمنياتنا كتيرة، ولكن خلينا نروح ونتعرف على أحد الأماكن في العاصمة الروسية موسكو يلي بيقصدوها الناس ليطلبوا أمنيات ولحتى تتحقق. نروح ونشوف هالتقرير مع مراسلتنا نور خيربك.
موضوعنا رح يكون تحقيق الأمنيات. وهيدا الجزر هو أحد أهم أجزاء المجموعة المعمارية لمعرض تريتياكوفسكي. اسمه هيدا الجسر لوجكوف. من قبل كانت تجي العالم لهون تقعد تحل مشاكلها بشكل سلمي، بعدين انزرعت أول شجرة حب العاصمة على هيدا الجسر. هيدي شجرة اسمها شجرة الحب، موجودة على جسر لوجكوف. بتجي العالم لهون لحتى تتمنى أمنياتها وتحط قفل وتكب القفل لهيدا النهر. ويعتقد أنه هيدي الطقوس بتضمن السعادة والرفاهية بالحياة. هلا لا خلينا نروح لنتعرف على آخر التطورات في الوقاية من فيروس كورونا، وهو اختراع البطاقة التي تحمي من عدوى بفيروس كورونا. هي أشبه ببطاقات التعريف التي يتم استعمالها في المؤتمرات عادة، وتستعمل للوقاية من التقاط الفيروسات من الجو المحيط بالشخص. وتحتوي البطاقة على غاز ثاني أكسيد الكلور الذي تطلقه في الجو للتخلص من كل أشكال الميكروبات. لكن ما زالت الدراسات العلمية جارية التأكد من فعالية ودقة هذه البطاقة في الوقاية من فيروس كورونا. التفاصيل بالمادة التالية. كل حدا مننا عنده مشاغله وعنده ضغوطاته اليومية بزحمة المواقف والواجبات اليومية، بندور على مصدر بسيط لحتى يكون عنا راحة نفسية، وهالمصدر بيختلف من شخص لآخر. لكن شو هي أهم الأساليب للتخفيف من المتاعب اليومية معنا؟ رح نحكي أكثر بهدول التفاصيل مع الأخصائية النفسية الدكتورة خيرية الأحمد. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. هلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي أكثر، كيف فينا أو إمتى نحن فينا نقول أنه نحن عم نعاني من ضغوطات كبيرة بالحياة؟ بداية رح أقول أول شيء مشاغل الحياة كثيرة، عشان ما نكون هلا أول شيء نقول نحن عم نعطي حلول، بس هي كأنه ما في شيء أبدا. لا، في ضغوطات كثيرة بمجالات متعددة من الحياة، بس بنفس الوقت نحن إمتى بنحكي نحن عم نعاني من هي الضغوطات؟ المعاناة من الضغوطات هي بتبلش وقت أنا عم فكر فيها كثير، عم بعطيها حجم وهالة أكثر من ما هي موجودة. الشيء الثاني، أنا وقت عم كون ما عم بقدر أتكيف مع الشيء اللي عم بيصير معي، بيصير عندي دائما عدم تكيف، عدم توافق، دائما تذمر، دائما عم بالغ بردود الفعل سواء كانت الانفعالية أو الاجتماعية، أو تنعكس هذا الشيء عن صحتي. بصير في عدم اتزان بين الجانب النفسي وبين الجانب الجسدي. فكثير نحن من الأمراض اللي هي جسدية دائما هي ذات منشأ نفسي، فهي بتكون مثلا مثل الكولون، تشنج الأعصاب اللي بالمعدة، هي كلها الآثار تعود إلى الضغوط النفسية. فأنا وقت بعاني من الضغط النفسي فعندي عدم قدرة على التوافق، عدم قدرة على التكيف، دائما عندي تذمر، دائما عندي تفكير طاغي على الموضوع، دائما مشغول بالي بهدول القصص اللي هي عم تكون بمحيطي، بحياتي، بمشاغل الحياة ومتاعبها. تمام خيرية، خلينا نحكي أكثر، ليش الضغوطات النفسية بتخفف مناعة الجسم أو بتخلي يمكن ينصاب بأمراض تانية؟ يعني بيقولوا كل ما الواحد هيك كان ريلاكس، ما كان عنده ستريس وضغوطات، بتكون صحته أحسن، ليش؟ شو السبب؟ تماما. هلأ دائما حكيت هلأ مثال على الأمراض ذات المنشأ النفسي، اللي هي دائما نحن بالحياة الجسم هو سلسلة متكاملة، جسدي نفسي، هذا الشيء دائما صحتنا النفسيه انعكاس للصحه الجسديه اللي هي موجوده. فانا اي موضوع هو كنت عم فكر فيه او اي طاقه سلبيه عم تكون موجوده عندي، فهي عم تنعكس سلبا على صحتي، حتى بتكوين الهرمونات انا عم بتدخل فيها،
وقتها احنا دائما تشكيل الجسم لحتى هرمون السعاده اللي بينفرز عن طريق الجسم عن طريق الدماغ عن طريق المواد الغذائيه اللي انا عم باكلها، هذا كل شيء بياثر على كيف انا ينعكس على حالتي النفسيه. فدائما انا حالتي النفسيه اذا هي كانت بتفكير سلبي ما عم بعطي مجال الهرمونات الصحيه اللي هي المناعه عم تكون دافع عن هذا الشيء، عم بكبتها عم بعطيها ضبط اكثر لحتى هي ما تنمو بطريقه اللي هي صحيحه. فهون عم بيصير عندي ضغوط نفسيه اكثر وعم تاثر على صحتي النفسيه. اكيد خيريه، خلينا نحكي اكيد لضغوطات الحياه الى انواع، مثل عنا ضغوطات يوميه وضغوطات عاديه وضغوطات طويله الاجل واكيد عنا طويله الاجل. خلينا نحكي هل كل انواع الضغوطات يعني الى حل واحد برايك انت؟ شو الواحد كيف ممكن يطلع من كل هالمشاكل اللي عم تصيبه من كل هالضغوطات؟ تمام. لا اكيد هلا مشاغل الحياه وضغوطاتها هي متنوعه. هلا في اشخاص بتعاني من ضغوطات هي داخليه، في اشخاص من خارجيه. داخليه كيف؟ اللي انا بعطيها عبء على حالي، دائما عم فكر فيها، دائما عندي توتر، دائما عندي الهاله السلبيه اللي هي موجوده بشخصيتي، دائما عم رافق اشخاص اللي سلبيين، انا مختاره اختيارات هي سلبيه. الهاله الخارجيه اللي خارج عن ارادتي، في عندنا مجالات كثيره للضغوط. اول شيء مجال العمل، بيئة العمل، مجال العمل الوظيفي، بيئة العمل الدراسية، مجال العمل، المشاكل العائلية اللي هي بتكون موجودة خلال التعامل مع الأشخاص الآخرين، حتى المجال التفاعل الاجتماعي، أحيانا اللقاءات مع الأشخاص الآخرين، التواصل معهم، هذا كله بينعكس علي، أحيانا بيعطيني ضغوط بالحياة إذا أنا ما كنت عم بقدر أتصرف، وأحيانا لا إرادية، مثل أحيانا الظروف اللي مرينا نحن فيها، في شغلات هي ما كانت إرادية، نحن ما بدنا إياها، بس هي تحتمت علينا، سواء كان المرض أو سواء كانت أزمة الحرب اللي نحن مرينا فيها. بس بمجمل هاي الضغوط اللي احنا عم نعاني فيها، نحن اللي عم ناخذ قرار لحتى اما نلاقي فسحه مجال امل لحتى انا ما ضل افكر بهذا الجو، ما ضل انا موجود بضغوطات الحياه، او لا انا عم بختار انه ضلي موجود بهي الضغوطات اللي هي عم تتولد عندي. مثال الشخص اللي هو دائما على توتر علاقته بضغوطات العمل، توتر مع المرؤوس، فهو دائما حاطط بباله انه انا كيف بدي دائما على ملاثنات، على مشاحنات بين الشخص الاخر، على كيف انا بدي فشل الشخص الاخر، كيف انا لازم مارد اقول كلمه دائما لا انا ما بدي نفذ، دائما ما عم ادي واجباتي، فلا ليش انا ما افكر بالجانب الثاني لحتى اتخلص من هي الضغوطات اللي انا عم خليها عبء وعم تخليني ما اقدر اتكيف مع مجتمعي وبيئتي للعمل الوظيفي، وبالنهايه عم تعود سلبا واثار سلبيه علي. اهم العوامل اللي هي بتكون لحتى انا اقدر اوقف عن هي الموضوع هي اول شيء مفهوم الذات وادراك الذات. كيف يعني مفهوم الذات؟ هلا كثير اشخاص بتقول ايه مفهوم الذات، بس احنا ما بنعرف شو معناتها الكلمه، يعني انا كشخص كيف بنظر لحالي، شو هي اتجاهاتي، شو هي ارائي، شو هي مشاعري، كيف ردود افعالي، هي انا كلها تفهمانه بشخصيتي. في كثير اشخاص للاسف نحن قد ما كنا واعيين وقد ما كنا حدا كثير واصل لمرحله عاليه فينا نفهم ذاتنا لحد 90%، فهمانين ذاتنا كثير منيح، بلحظات بنقول عن حالنا نحن انه انا كيف تصرفت هيك، انا عن جد ما كنت متخيل حالي انه انا بتصرف بهي الطريقه. فنحن هون بكون في جانب ما نفهمانين بشخصيتنا، فطالما نحن مدركين لذاتنا، مدركين النقاط الايجابيه، مدركين النقاط السلبيه، انا بعرف حالي امتى بعصب، امتى بوصل لذروه الغضب والعصبيه اللي هي موجوده بشخصيتي، فانا قادر لاقي فسحه المجال اللي انا اقدر خفف من ضغوطات الحياه اللي هي انا عم عاني منها. فادراكي لذاتي هو اول نقطه لحتى انا اوقف لحتى اخفف شوي من ضغوطات الحياه اللي هي موجوده. تمام. دكتوره خيريه خلينا نحكي اكثر، يعني نحن ما بدنا ننكر انه عم نعيش ضغوط، ان كانت اقتصاديه، ان كانت نفسيه، ان كانت صحيه، ولكن كيف فينا نتكيف مع المجتمع المحيط فينا ونخفف عن غيرنا ضغوطات نفسيه؟ يعني اول شيء مثل ما قلتي انه فينا نخفف على حالنا ونعرف حالنا، وفينا نخفف جلد للذات لحتى تقوى نفسيتنا اكثر، بس كيف فينا احنا نتعامل مع الجو المحيط؟ تماما. اول شيء قلت كثير مهم، لانه مشان ما بدي كمان الاشخاص اللي عم يسمعونا يقولوا عايشين ببيئه هي ما كانه بغير واقع عم يحكوا، لا كثير ضغوط الحياه كثير قويه والظروف اللي عم مر فيها اكيد كثير قويه، بس بنفس الوقت انا شخص، في شخص بيستسلم وفي شخص هو بيقدر بيقاوم، هون الفرق، كيف انا بدي اقدر قاوم؟ يمكن ما اقدر عندي مقاومه هي اللي كثير كبيره، بس باول ما كانت عم تحكي عم نحكي على كيف المصدر اللي احنا بنقدر نلاقي، هلا يمكن هو يكون مصدر كثير بسيط وكلياتنا بنعرفه لهذا المصادر وبنتبعه، بس هي ما بنعرف انه هذا المصدر هو عم يعطينا الامل او التفاؤل، عم يعطينا شوي انه نروح عن بالنا. احيانا نحن وماشيين بزخمه هالحياه ببيئه العمل مثلا الوظيفه، بزخمه المشاغل والضغوط، وسمعت كلمه من رفيقتي ومديري وجه لي تنبيه وما قدرت مشي الشغله الفلانيه وعم فكر بابني، كثير شغلات بتكون موجوده بحياتنا، فيمكن تكون في روضه، فانا طلعت بطفل صغير نظره لطفل صغير، فهي يمكن تعطيني رياحة شوي بسيطة، راحة نفسية بسيطة. أحيانا من أشخاص بتلاقي بالتأمل بتقلك بتوصل لمرحلة إنه هي عم تحكي معه كتير معصبة، فهي بتقلك في مجال بعد شوي نحكي، طب هو ليش بيقلي هيدا الكلمة؟
هو عم يتفادى كثير مشكلات هي موجوده او راح تصير، فهو بيعرف حاله وصل لزر وما عاد يقدر يناقش، ما عاد يقدر يتكيف معي انا كيف عم احكي. فهو ممكن نحكي بعد شوي، هلا هي كلمه بعد شوي نحكي فيها، هو شو عم يعمل؟ هو اما بده ياخذ يقعد لحاله بينه وبين حاله ياخذ نفس، يعني يعمل استرخاء، تمرين الاسترخاء البسيط ليشيق زفير بطريقه هو بيلاقي فيها الاريحيه، او بده يشرب فنجان قهوه لحتى يهدي شوي من اعصابه اللي هي صارت بمرحله توتر كثير عاليه، او يمكن يقعد يقرا، او يمكن يمشي بالكوريدور شغله 10 دقائق. بنلاقي اشخاص عم تمشي احيانا، شو هذا رايح جاي، بنقول نحن شو هذا رايح، هو لا، هو ادرك انه هو وصل لمرحله ما عاد عنده قدره انه يتحمل تليفون الإيجابي بسبب الظروف الاقتصاديه، مرته ما بعرف شو ما لقيت، ما عندي المصروف المادي لحتى هيك، او مصروف الشغل او دراسه رسبت بماده، يعني كثير مشاغل هي عم بتصير معنا وضغوطات. فهو لاقى بهي الفسحه البسيطه انه بس لحتى هدي انا مشتي اللي هلا صار موجود داخلي، يعني لحتى خفف هي وتيره الانفعال اللي انا موجود فيها. اكيد، بس انا بلاقيها طريقه كثير حلوه، يعني الواحد اذا وصل لدرجه من التوتر والغضب ينسحب، يعني تمام. ينسحب مثلا من مكالمه، ينسحب من قصه، انا بلاقيها هي شيء كثير منيح مشان ما يكثر الغلط وتكبر المشكله. بلاقي انا هذا الشيء ما بعرف اذا تماما صحيح صح برايك. كمان خلينا نحكي تاثيرات ضغوط الحياه، انها مثلا هي نفسيه وجسديه وسلوكيه وصحيه تمام. خلينا نحكي عنهم، خلينا نحكي عن هاي التأثيرات، قديش هي بتضر فينا، قديش يعني كله مرتبط بنفسيتنا، سواء الجسد ولا النفس ولا الصحة ولا كل شيء. خلينا تماماً نحكي عن هاي التأثيرات وبعدين نحكي كيف ممكن نعالجها. تماما. هلا بالناحية الجسدية أول شيء نحن بيصير معنا هو بيصير في تشنجات كتير كبيرة، سواء كان بالمعدة أو سواء كان بجسد ككل، تشنج عضلي بيكون موجود، بسرعات دقات القلب بتصير دائما متسرعة، دائما بيصير توتر وجهي أحمر، أنا دائما عم بروح وإجي، عم أمشي حركات لا إرادية عم تطلع مني هي ما بدي أنا أطلعها، فهي هي بتكون دائما ناتجة عن هذا التوتر والضغط. بالناحية الفكرية أو العقلانية بتحسي دائما هو في عنده شرود، ما نوع عم بيركز، عم تحكي معه فهو ما نوع سمع، هو سمعانك بس هو ما نوع عم بيركز، شو بيقلك شو قلتي فبضل عم يسأل، هو ما نوع عم بيركز وما عنده هذا الانتباه والتركيز اللي هو مع الحزن والكآبة اللي بتصير تماما. بالناحية النفسية تماما، حزن، كآبة، عزلة نفسية. هلا هو أحيانا أنا أحد الأساليب اللي الأشخاص بيقولوا لي إياها، أنا كتير بحب إنه انعزل شوي، إنه بعد هي مو عزله، هي انا عم باخذ فسحه من انه اقعد بيني وبين حالي، راجع الشيء اللي انا ساويته انه هو صح ولا لا، وشو لازم اتصرف بالوقت الثاني. بس احيانا في اشخاص بتوصل معهم لحد العزله او الاغتراب النفسي، بيصير عنده الاغتراب، هو بحس حاله انه هذه البيئه انا ما انا بيئتي وانا ماني عايش بهذا المكان، فيبلش اضطراب، يأس، حزن، كآبه، توتر، غضب، سرعه انفعال، بيصير عنده دائما ردات انفعاليه ما بتتوقعيها، يعني انه انت ما كنت هيك، ليش هلا صاير هيك؟ بيقول لك انا ما عاد عندي قدره اتحمل، ما عاد عندي اتحمل من الضغوطات اللي انا عم اعاني فيها. حكينا عن النفسي وحكينا عن الصحي وحكينا عن المجمل، بمجمل حياة كلها حتى انت كمان علاقاتك الاجتماعيه هي بتاثر عليها كثير، سواء كان مجال العمل او كمان الاجتماعي. كثير من الرفقات بيكونوا بيقول لك انه هذا الشخص كان هو منيح، شو اللي غيره هلا؟ فهو من كثر ما بيصير في ضغوطات نفسيه بيصير دائما بيصير مشاحنات بينه وبين الشخص الاخر، دائما بيصير في انه انا عم بهرب من اللقاءات اللي انا موجوده فيه. في اشخاص كثير في عندهم مسؤوليه اجتماع لازم يحضروا، يبدوا رايهم فيه، لازم يشاركوا في مقترحات، في صعوبات لازم هن يحلوها، وهن اصحاب راي، بلحظات بيعتذروا، ما بنعرف شو سبب الاعتذار. بس حلو الواحد قلت لك ياخذ بريك مع أكيد. حاله مع نفسه، يعمل راحه، يعمل يطلع مشوار قولا واحدا لحاله، يعمل شيء هو بيحبه، يعني هو يكافئ نفسه بظل كل الضغوطات اللي عم بيعيشها، هون بيرجع بتحسي من اول وجديد بطاقه كثير حلوه مع المحيطين ومع كل اللي تماماً. موجودين هي معه. هي فسحه هو انا الاسلوب اللي انا بتبعه، كل انسان عنده اسلوب مختلف عن الاخر، حدا بيقول لك التامل، حدا بيقول لك انا بحب احط اغاني وارقص، حدا بيقول لك انا بحب اغني، الشخص الاخر بيقول لك بحب اتامل، بحب امشي، بحب اقرا، بيقول لك انا ما فيني بدي ضل تابع عملي، انا بس حسيت انه انا انجزت العمل فانا صرت وصلت لمرحل انه خفضت التوتر اللي انا موجود عندي. يعني احيانا كمان الضغوط النفسيه كمان مشان نحكي ضغوطات الحياه احيانا بتولد ابداع، يعني مشان ما نكون دائما عم نحكي بطريقه سلبيه، اذا كان حسب ترجع لقدره الشخص على التحمل. في اشخاص لك انا كل ما كنت مضغوط اكثر كل ما كنت رفعت موادي اكثر، درست اكثر، نجحت اكثر، بس طبعا بترجع لطبيعه شخصيه الشخص، الشخص قادر بيعطي دافع تماما، هي مولد دائما للابداع للافكار. بس كمان حسب طبيعه البيئه اللي هو عايشها، حسب كم الضغط اللي هو عم بيعاني منه. يعني احنا يمكن نتحمل ضغط مثلا بالمجال الدراسي، احيانا فتره الامتحانات بتلاحظي كل الطلاب دائما علامات التعب، دائما علامات الطاقه السلبيه، هن عم يدرسوا بس عم يحكوا لك كلام انه هلكت، تعبت، ما عاد فيني كفي. هو عم بيعاني من مجال الضغط الدراسي، عم بيعاني من ظروف البيت اللي هو عم بيعيش فيها، بس هذا لازم هو يولف يلاقي شيء مجال انه انا لا، في عندي فسحه انا لازم استغلها، في عندي اسلوب انا بحب اتبعه، لازم امشي مثلا، لازم اتامل، لازم اقرا. هلا كثير من الاشخاص بالبيئه العمل الوظيفي بيكون عندنا شغل ننطر ربع ساعه لحتى نقعد نشرب فنجان قهوه مع بعض،
تمام. كثير بيقول لنا تشربي قهوه، هلا من شوي شربنا مثلا او شربنا الصبح، طب ليه هي كلمه نشرب قهوه؟ هو بيلاقي بشرب الكافيه مع حدا بحب بحبه وعزيز عليه وغالي عليه يمكن ما يحكي معه. هاي كل يوم ليا بنشرب قهوه بنشرب قهوه يمكن هي ما يمكن ما بدك تحكي لليا شيء، ما بدك تقولي لها شيء انت عم تعاني منه، بس هيك بنقعد تماما طالما هو شربنا الشيء اللي انا بحب يعني بحبه، هو محبز لي وقعد مع شخص هو مريح، يعني يمكن بتطلع فيها بلاقي وجهه انه فيه تسامح، فانا بحس انه في اريحيه بالتعامل معه، بتعطيني دائما طاقه ايجابيه. يمكن ضحكتها بتخليني احس انه لا بعد في امل، بعد في مثلا انه انا في فسحه امل انه هي تكون انه لا اليوم رح ينتهي النهار بشيء حلو بشيء ايجابي. فصح رح نعزمك على قهوه معنا لك اليوم. اهلا وميت سهلا دكتوره. خلينا نحكي بنقطه يمكن ما كثير بنركز عليها، يلي هي مثلا بنشوف كثير اشخاص بيقرمطوا اظافرهم مع على اللحم اظافرهم، بيقعدوا بيهزوا كل الوقت، شعرهم بينتفوا، في يمكن لعبه على الموبايل ليخففوا الستريس بيضلوا عم يلعبوا فيها لحتى يروح الستريس منهم. صحيح. فكل واحد صار فهمان شخصيته مثل ما حكينا ببدايه الحديث، ولكن هي الظواهر او الحركات اللا اراديه من هز من قرمطه اظافر او نتف شعر، يعني هيك خصل مو كثير. نحن كيف فينا نستغني عن هدول العادات؟ تمام، هي نفسها مجمل اللي كنا عم نحكي عنه المشاكل الصحية والنفسية، هي السلوكية. تمام. هي سلوكيات تظهر عن الشخص قضم الأظافر، هي فعلا مشكلة حقيقية وهي سببها الخوف التوتر القلق اللي هي موجودة عنا. فأنا هدول هي المشكلة. في شيء كمان بدي أحكي لازم ركز عليه كثير منيح، نحن دائما في مشاكل عنا موجودة بشخصيتنا نحن متكيفين معها وحابينها. كثير مهم انا افرق بين شغلتين، الشخص اللي انا بدي اقول له وجه له بدي ساعده، اول شيء مثل ما حكينا يعرف حاله، هو يكون عرفان انه هي مشكله حقيقيه موجوده عنده وياخذ قرار انه بده يغيرها. وفي اساليب كثير، هلا ما فيني احكي اسلوب لمشكله لانه هو كل مشكله بتختلف عن الشخص الاخر. في شيء اسمه تحليل وظيفي للمشكله، يلي مثلا انا بدي اعرف هي امتى عم تكون عنده قضم الاظافر، باي مرحله، وقت مثلا عم بيكون وقت والده عم بيعيط عليه. في شيء اسمه، في كثير طرق وعلاجات، مثلا انا بحط دفتر بحطه عليه مثلا انا كم مره تكرر السلوك عندي، ليش انا عم بعمل هيدي الشغله، كل ما تكرر بدي اكتب على الورقه انه هلا تكرر مره عندي، امتى تكرر؟ بالساعه الفلانيه. الهدف من تحليل السلوك اللي احنا عم نحكي عنه هو انا ادرك كم مره نفذت السلوك، لانه انا زمان ادركته بقول ايه يمكن مره عملت هذا السلوك بس مره واحده، هو عادي ما له كثير معي، ما عم بهول بالسيره لانه هي مشكله انا شوي متكيف معه. فهو بصير الوقت اذا عم ينتبه وعم بيركز كم مره تكرر السلوك، فهون بيضطر ياخذ قرار انه انا هذا الشيء هو سلبي عندي ولازم اغيره. بس برجع بقول كثير مهم نحن ما نتدخل بالشخص الاخر بمشكله هي موجوده بحياته، يعني انا فيني ضويله عليا، فيني نبهه عليا، بس ما من حقي ابدا مين ما كنت، معالج، مرشد نفسي، اي شخص كان حتى الاهل، اذا هو ما كان عنده قناعة تامة انه بده يغير هي العادة نحن ما نتدخل، لانه نحن اذا غيرنا هي العادة رح تطلع عادات كثيرة هي ما نصح. اكيد هي كثير مهم هي المعلومة، كثير نحن كثير بنتدخل للاسف، نحن اشخاص فضوليين، ليش هيك لابس اليوم، ليش هيك عامل، ليش انت بضل تعمل هيك بعينك، ليش بضل، هي الحكيات كثير بنسمعها بين الاولاد. فلازم هيدي القصة تكون انه هي تكون هو متكيف معه، هو متأقلم معه، هو بجوز يكون حاببها، ما عم نحكي على قضم الاظافر وهيك، ولا اكيد واذا حبيت عنا بتروح، اكيد بتروح، بس اهم شيء القناعه، الاختيار، يعني انا بارادتي صار بدي قررت انه انا بدي اغير العاده، والمتابعه والاستمراريه، يعني مو اخذ قرار مثل الاقلاع عن التدخين، اذا انا ما عندي قناعه فيها ما اقتنعت فيها ابدا ابدا ما بدي اغيرها. بس طبعا لكل الاشخاص حاجه تدخن كثير، هدول القصص الضغوطات اللي عم بيعاني منها انه حتى يبطل التدخين بده يساير المجتمع، بس هو ما انه مقتنع، هو رح يرجع، هو رح يرجع بالمئة، هو حيبقى أو حيرجع يدخن، هو قرار تماما، يعني هو قرار شخصي بلاقي أنا هذا الموضوع. دكتورة مثل كثير من الأشخاص مثلا بيسألوا مثلا كدكتورة كثير أكيد عم تعاني من ضغوطات بالحياة، أكيد. كيف ممكن أنت تتعاملي معها، كيف ممكن تتعاملي مع المحيطين، وأكيد هذا السؤال بيرجع لك كمان ليا، كيف تتعاملي أنت مع ضغوطات الحياة اليومية كمان مع أهلك مع عائلتك، وكيف هي طريقة التعامل؟ خلينا نحكي عن هالموضوع. كل شخص له حياته وله أسلوبه اللي هو بيحبزه. هلا أنا شخصيا بحكي عن حالي، أنا حدا كثير بيشغل حاله بالوقت، يعني حدا ما بيحب ضيع، ما بحب مثلا أتواصل كثير مع الأشخاص التانيين، أسمع مشاكل الأشخاص التانيين لحتى ما ينقلوا لي الطاقة السلبية، مع إنه هو أحد مهامي كأخصائية نفسي، أحد مهامي إنه أنا أسمع الأشخاص، بس أنا بسمع بإرادتي، يعني أنا بقول مثلا بتجي رفيقتي بدها تحكي لي مشكلة، فأنا بقول لها بدي أعتذر منك والله عندي شغل ما فيني أسمعك، ممكن بعد شوي أو ممكن مثلا لليوم الثاني. هو الهدف ليش؟ إنه أنا بيكون عندي مشاغل تتطلب مني إنه يكون براحة نفسية، بكون طاقة إيجابية، عندي اجتماع، فأنا ماني مضطرة أسمع بلحظة طاقة سلبية وإجي ولدها بالاجتماع اللي أنا موجود عندي. فأنا كمان لازم أتحكم بالأشخاص اللي هن محيطين فيني،
اشخاص سلبيين انا فيني ابعد عنهم باللحظات اللي انا ما فيني اخذ طاقه سلبيه منهم، بكل لباقه بكل احترام بعتذر منهم، فينا ناجل الحكي لبعدين بعد اذنكم، انا ماني فاضيه هلا. هو الهدف مو انه انا ما بدي اسمع او انا ماني حدا متعاون مع الاشخاص الاخرين، اكيد لا، بس انا بظرف بتحكم علي يكون موجوده طاقه ايجابيه عندي بدي لاشخاص اخرين، عندي اجتماع، عندي مبادره، عندي فعاليه، بدي حاكي اشخاص، فانا لازم اكون بطاقه ايجابيه. فقد ما كنت حدا واعي وقد ما كنت حدا عنده طاقه ايجابيه، فاحيانا للاسف نتاثر بالطاقه السلبيه اللي هي موجوده فينا. فانا فيني بكل بساطه ابتعد عن الجو اللي هو هلا ما انه مناسب اخده، فيني ساعد بالاوقات اللي انا عندي طاقه ايجابيه وبعد عندي استراحه، فانا قادره افرغ الشيء السلبي اللي اخذته من الاشخاص الثانيين الاخرين. بلاقي بالاسترخاء، بالقراءه، بالتامل، مثل ما حكينا بشرب فنجان قهوه مع حدا انا كثير عزيزه علي، وبنظره الاطفال البريئه. اكيد. وليا بالختام انت شو؟ انا يمكن بحب اسمع اغاني او بحب انزل على السوق اعمل شوبينج مثل كل الصبايا. قد ايه بتخفف ستريس مات الليله؟ لا كثير حلو، هي اهم شيء صح؟ بس لحتى من قبل نحن عم نحكي، هلا ما بقى نسترجي بال هلا بنمشي نحط اغاني بنتمشى بنتفرج يعني. دكتوره خيريه شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، وشكرا لنصايحك القيمه. اكيد شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. ميرسي ويسعد صباحك. صباحك سمر. بتعرفي شو يعني ملبن؟ ملبن بعرف اكيد انت حلبيه، فاكيد فالملبن هو كثير شيء حلو وكثير من كتير يعني طيب هو بشكل كثير في منه بقلبه وجوز. في الاشخاص كثير متعودين عليه، ما بيطلع من البيوت الحلبيه بشكل يومي بياكلوا منه. صحيح، ولكن ما رح نروح على حلب، رح نروح على حمص وتحديدا الى قريه الدغله، ولحتى نتعرف مع بعض على الاكله الكثير طيبه الملبن مع مراسلتنا شيرين علي. حرصاً على سير العملية التعليمية في مدينة حلب، قامت مديرية التربية قسم الصحة المدرسية بالتعاون مع مديرية الصحة بإحداث 3 مراكز صحية لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا لأخذ المسحات، إضافة للفرق الجوالة على المدارس التي تقوم بالتوعية وإحالة أي حالة يتم الاشتباه فيها إلى هذه المراكز لمتابعتها. يتم استقبال كل الحالات المشتبهة المحالة من المدارس، الكادر الطبي المتخصص بيقيم الحالة وبيقرر إذا كانت الحالة مشتبهة ضمن معايير الحالة المشتبهة اللي وضعتها وزارة الصحة، فبيتم أخذ المسحة للتحري في حال إصابة أو عدم. في الحالات التي يتم إثبات الإيجابية يتم فورا إبلاغ الصحة المدرسية، يقوم الفريق الطبي أيضا بمتابعة هذه الحالات. نحن وزعنا فرق طبية جوالي على جميع المدارس تقوم بالتوعية الصحية والتثقيف الصحي، كل فريق جوال لديه ميزان حرارة إلكتروني يقوم بإجراء المسح الحراري لأطفالنا الأعزاء بالمدارس، في حال طابقت مع أعراض أي طفل أو كادر تدريسي أو معلم أو معلمي يتم إحالته إلى المراكز التي أنشئت. تسعى مديرية التربية إلى الحفاظ على سلامة الطلاب والكادر التدريسي من خلال هذه الخطوات والمراكز الصحية التي أحدثت ومتابعة جميع الحالات. لدينا حرص كبير أن يكون جميع أبنائنا الطلاب بصحة وبسلامة وأيضا زملائنا المعلمين، وليس هناك ما نخفي إن كان هناك أي حالة، لأن هذا الأمر الحقيقة إن تم وإن كان تم إخفاء هذا الأمر فسيعكس طبعا حالة من الضرر للباقي، لكن الأمور تسير بالمنحة الصحيح وهناك متابعة دقيقة للجانب الصحي في كافة مدارس. تتمنى الصحة والسلامة لجميع أبنائنا الطلاب ولزملائنا المعلمين. وكان مع بداية العام الدراسي تم القيام بحملات تشمل التعقيم والتنظيف، إضافة لتعيين مشرفين صحيين للمدارس مهمتهم الأساسية مراقبة الوضع الصحي والتوعية من فيروس كورونا. الإخبارية السورية مصطفى كوسا، حلب. هي ما حبوا يخجلوكي وراحوا على حلب بس لحتى نتابع فيروس كورونا مع مراسلنا بحلب. أما هلأ خلينا نروح إلى حمص وتحديدا إلى قرية الدغلة ولحتى نشوف مع بعض أكلة الملبن المحببة عند معظم السوريين مع مراسلتنا بحمص شيرين علي.
لا تزال بعض الأرياف في سوريا تحافظ على عدد من صناعاتها المحلية، ومن هذه المنتوجات هناك ما يعرف بالملبن، وهي نوع من الحلويات التراثية التي تصنع من العنب وبالطرق البدائية. وفي قرية الدغلة بريف حمص الغربي المعروفة بطبيعتها الساحرة والمحافظة على عادات اجتماعية جميلة. قرية بتشتهر بالملبن، والملبن هذا تراث قديم، وإساهن على العجعيل النحاس وعلى الحطب، وما في مصدر معيشي غير هالمصدر هذا الملبن، وهذا من العنب. ونحن لو ما الملبن الحقيقة ما في أي شيء، قرية فقيرة وحايدي عن القرى المجاورة، وما في غير هالمصدر هذا مصدر معيشي، وهذا تراثنا القديم، وبيأكلوا بالشتوي مع الجوز مع الفستق مع اللوز. ينتظر أهالي قرية الدغلة موسم صناعة الملبن في شهري أيلول وتشرين الأول، والتي تعد مصدر رزق هام لعدد من العائلات. منجيب هالعنب ومنعصره ومنرقده بالسطولي، ثاني يوم منلاقي الطفل طالع لفوق، منقشه ومنحطه على النار، منغلي، منكون مهيرين الحريري نحن الطحينات والميات ومنحطهم على بعضهم، منغليهم لحتى منغليهم شي ساعة تقريبا، بعد الساعة منطلعهم على السطح منسطحهم، ثاني نهار منقبعهم ومنطويهم، وهذا شغلنا. بس نحن يعني مو واحد وحده، ثلاثة أربعة بيتعاونوا على الشغلة، لأنه اليوم عندي عبكرة عند جارتي. جبت ملحفة الملبن طبيتها على الطاولة على تمه، والقفا لفوق بليتها بالمي لخلصت، ورجعت قبعتها ونشرتها وحطيتها على الحبل، بعدها بقطعها وبطويها وعبيها بكياس. يعد الملبن من المأكولات الفولكلورية، والتي ما زالت حتى يومنا هذا تصنع بالطريقة اليدوية القديمة وفقا لما تعلمه من الجدات، لما لها من نكهة خاصة ومحببة لدى الجميع. من قرية الدغلة بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية. يتجه العالم اليوم إلى التعليم عن طريق الإنترنت الأونلاين، وخاصة بعد تجربة التعليم في ظل جائحة كورونا، لكن هذه الطريقة قد تحتاج إلى العديد من المقومات التي تسمح باستخدامها. واليوم في سوريا ودعما للعملية التعليمية وفي إطار تسهيل التعليم عن بعد للطلاب والكادر التدريسي، وتبعا لمذكرة التفاهم الموقع بين وزارة الاتصالات والتقانة ووزارة التربية، أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد العديد من التسهيلات في هذا المجال. لنتعرف أكثر عن المعلومات التي أصدرت، معنا اليوم الدكتور عمار دلول اختصاص تقانة واتصالات. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير، يسعد لي صباحك. يعني بالبداية خلينا نتعرف سواء، إذا بدنا نخوض تجربة التعلم أونلاين، كيف رح تكون وكيف رح تتطبق على أرض الواقع؟ حقيقة مشان نميز أول شيء، الفكرة هي فكرة التعلم عن بعد. في خطأ شائع بتنفهم انه هي التعلم اونلاين او الانترنت، هي ما لهم علاقة ببعض، ولكن الانترنت هي احد وسائل التعلم عن بعد. فالتعلم عن بعد انه انا ما اكون بالمكان الجغرافي لمحل التعليم. اوكي. وبالتالي انه ليش في فكرة التعلم عن بعد؟ لانه في كتير عالم ما بتناسبها ظروف الاوقات تبع التعلم، او جغرافيا او زمنيا. وبالتالي اني ارفع انا مستوى الثقافي للمجتمع والعلمي، بضطر اعمل وسائل تعلم عن بعد لا أقدر أرفض هالعملية. طيب نحن شفناها أكثر بالكورونا، أنه صار في عنا تباعد مكاني جغرافي إجباري، فصرنا نروح نلجأ للتعلم عن بعد. أحد أهم الوسائل للتعلم عن بعد هي أونلاين، يكون عندي ويب أو شيء أتعلم من خلاله. بس ما صرت يكون أونلاين الدرس 100%. من زمان كانت مشان تسجلي أنت ديستنت ليرنينج بجامعة برا بمدرسة برا، باللي هو يوصلك بوكت اللي هي الكتب وتعدي تقريها وتقدمي بعدين الامتحانات بمراكز معتمدة وتنبعت الوراق ما هيك. فكان هذا تعلم عن بعد. هلأ الانترنت سهلت العملية، فهي أحد الوسائل والأدوات ليصير في تعلم عن بعد، فصار هو الأونلاين ليرنينج اللي هو عمليا أحد ردائف الديستنت ليرنينج اللي هي التعلم عن بعد. الفكرة اليوم أنه البنى التحتية بسوريا هي في شبكة موجودة كبنى تحتية جاهزة لتبني عليها تطبيقات، اللي هي أحد التطبيقات التعلم عن بعد. فوزارة الاتصالات طبعا مشكورة كونهم هيئة هي شبكة البنى التحتية من خلال شركة سوريا اتصالات،
فراحت باتجاه انه تعمل اتفاقيه مع وزاره التربيه لتامن هاي البنى التحتيه اللي هي عمليا بتامن ناقل وسيله لنقل المعلومات عن بعد اللي هي عمليا تعلم عن بعد. ولكن كمنصات اللي بتقدم التعلم عن بعد لازم تقدمها هي بقى الجهات المعنيه او المؤسسات التربويه والتعليميه منهم وزاره التربيه او المؤسسات التربويه او الجامعات والمعاهد والى اخره. اكيد خلينا نتعرف، عم نسمع كثير التحول الرقمي. صحيح. خلينا نحكي عنه شو هو، وفي كمان شغله ثانيه نحكي عن مقومات التعلم عن بعد او الانترنت بما انه هي القصه هلا بدها تصير عنا وبشكل دائم ان شاء الله. خلينا نحكي عن المقومات وعن التحول الرقمي. الحقيقه فكره التحول الرقمي هي اليوم هي العصر كله متجه باتجاه التحويل، كل شيء وسائل تواصل او وسائل تطبيقات او قطاعات مهنيه او فكريه او خدميه لتكون على بطريقه مأتمته، وهذا ما يدعى بالديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي. التحول الرقمي بحر بده يمكن تفاصيل كثير نحكي فيها، ولكن هو مكوناته الرئيسيه بتكون غالبا من خلال او بتعامل معه من خلال تطبيقات. فبتلاقي مثلا في تطبيقات تعلن عالميا بتلاقي من خلالها عم بقدر اعمل اي شيء بدي اياه، فممكن اقدم خدمات حكوميه من خلال تطبيقات هي من خلال تدعى بالتحول الرقمي للحكومه الالكترونيه، يعني هي مرحله ما بعد الحكومه الالكترونيه. ممكن تكون تطبيقات لها علاقه بخدمات، ممكن مثل ما نطلب عمليه تاكسي وممكن نعمل عمليه ما بعرف نطلب ثياب، ممكن ما بعرف اشياء، وبالتالي هي كلها تتحول رقمي للمتاجر للخدمات والى اخره. هي فكره التحول الرقمي بشكل عام. هلا لما بنحكي عن فكره التعليم عن باتجاه احد مكونات التحول الرقمي، لانه هو يمكن يكون في فكره شيء له علاقه بالصحه، في فكره له علاقه بخدمات يمكن الداخليه، في وبالتالي نحن هلا نحكي على التعليم اليوم. فكره التعليم عن بعد اللي هي انه لما مثلا وزاره التربيه عملت تطبيق اسمه نافذه التعليم، تطبيق النافذه التعليميه عملته كان فيه انه نقدر نسجل كطالب بالمدرسه، اي طالب بيقدر يسجل، بيقدر يشوف المناهج التربويه، وبيقدر المدرسين يطلع يحط اي معلومات، وبيقدر يشوف مثلا الاسئله الشائعه، وبيقدر احضر فيديو عن كتاب معين بدرس معين مشروح من خلال استاذ معين. فهي النافذه هي عباره عن ويب او تطبيق قادر من خلاله اعمل كل خدمات التعليم بمرحله التعليم الاساسي والثانوي من خلال وزاره التربيه بسوريا. طيب اليوم المشكله المتاحه كانت انه انا اليوم بسبب محدوديه الدخل لدى الطلاب، إذا أنا بدي روح أعمل هالعملية إنه فوت على نافذة التعليم وأعمل شيء، أدرس بدل ما أجيب مدرس خصوصي مثلا، أو بدل ما أروح على المدرسة إذا أنا بعيد، بدي أقرأ شيء كتاب معين، عفوا شوفه كتاب إلكتروني، أحضر فيديو عنه، أسأل شيء معين، بدي أستعمل بطبيعة الحال الإنترنت. هلأ فاليوم لما صارت الفكرة إنه أنا بدي سهل للطلاب وللأساتذة يصير في هالتفاعل بدون ما حملهم اعباء اضافيه، وزاره الاتصالات مع وزاره التربيه وقعت هالمذكره التفاهم انه انا اليوم اي منصه تعليميه لوزاره التربيه او لاحد المؤسسات والمعاهد اذا صرحت عنا بالهيئه الناظمه للاتصالات، يعني خبرت الهيئه الناظمه للاتصالات انه انا عندي منصه رقمها هيك، معلوماتها هيك، اسم الموقع هيك، بغض النظر شو او اسم التطبيق هيك، حتكون متاحه للطلاب من خلال مزودات المساهمه اللي هي مثلا مزود تراسل تبع الدولة ومزودات خاصة معينة اللي هي قدمت هي الخدمة، انه تقدر تفوت هالطلاب والاساتذة مجانا على هالمنصات بدون ما تنحسب الميجات، لانه كلياتنا نحن بنقعد خلصت باقتي وما خلصت باقتي وبقي لي شوي ولا بقى تنزل كثير فيديوهات رح تخلص باقتي وبسكر اليوتيوب مدري شو حيصير. تمام. فاليوم في بعض مزودات الانترنت الخاصة قدمت الخدمة، ومزود طبعا الدولة اللي هو تراسل قدم الخدمة بالاتفاق مع الهيئة الناظمة للاتصالات، فتح الهيئة حتعلن عن هدول أسماء الشركات اللي قدمت الخدمة، فبصير أي مشترك. هل الخدمة هي مجانية ولا أسعارها هي مناسبة للطلاب برأيك؟ حقيقة هي هلأ حتقدم أنه أنا أي مشترك بيشترك بالإنترنت عشان سهل القصة، أي حدا مشترك بالإنترنت من خلال أحد الشركات أو مزودات الخدمة المساهمة بهالخدمة فحيقدر يوصل لهالمنصات مجانا. تمام. وبالتالي ما حتنحسب من باقته، يعني اذا انا رحت كطالب فتحت وحضرت يوتيوب مثلا درس بعلم الاحياء قعدت قريت حضرته ساعه ونص
ما حيروح من باقتي تبع الانترنت اللي انا مشترك فيها، وبالتالي اذا انا مشترك بباقه ولتكن ما بعرف قد 50 جيجا 10 جيجا اللي هي وعملت هالحركه اللي بتكلفني مثلا 3 جيجا لازم بالعاده، فهذا لن تحتسب ضمن الباقه. فهون حاكون عم بعمل عمليه دفع وتشجيع للطلاب والاساتذه والمدرسين والمؤسسات التعليميه انه تشجع الديستنت ليرنينج اللي هو التعليم عن بعد، وتنمي نوع من انواع الثقافه العلميه والاجتماعيه عند المجتمع باتجاه الاونلاين، لانه اذا رحت اتجاه الاونلاين بكسب شغله اضافيه. لما بخلي الطالب يكون عنده انتر اكشن اونلاين مع الجامعه او المعهد او المدرسه، عم شجعه يفوت باشياء ثانيه لتناسب العصر، لأن اليوم العصر رايح كله باتجاه العمل أونلاين والإنترنت وإلى آخره. فهذا الطالب حيصير يفكر بأفكار، يفوت من خلال يصير مثلا بدي يعمل بحث علمي، صار سهل عليه يفوت على جوجل ويطلع معلومات ويطلع ويعمل بحث علمي ويحطه أونلاين. ليه؟ لأنه أنا خليته يعمل هالممارسة. واليوم بنعرف ما في بيت ما فيه يا أما هاتف ذكي اللي هو سمارت فون أو كمبيوتر أو شيء بيستعمل ويب. تمام، ولكن خلينا نحكي يمكن سرعة النت عنا بالبلد هي شوية بطيئة، مو شوية كتير بطيئة نسبة بالخارج. خلينا نحكي نحنا كيف فينا يمكن نتعامل أونلاين أو عن بعد تعلم عن بعد. وخلينا نحكي هي تشمل جميع الجامعات. تمام، هلا الخاصة والعامة. بلش واحدة واحدة. بالنسبة للسرعة، اليوم سورية اتصالات فرضت إنه يكون الحد الأدنى لأي مشترك إنترنت هو 1 ميجا. اليوم نحن بنعرف إنه بالحد الأدنى للفيديو اليوتيوب بدنا 512 كيلو لنقدر نأخذ يوتيوب، وبالتالي اليوم الواحد ميجا هي صحيح يمكن عالميا ما سرعة عالية، ولكن بتخدم الحد الأدنى لنقدر نعمل عملية التعليم عن بعد. فنحن بالمبدأ إذا عنا 1 ميجا أو أكثر قدرانين نعمل هذا المنفذ ونستعمل هالمنصة ونعمل تعليم عن بعد. فما عنا هي تجاوزناها كمشكلة سرعة. هلأ اليوم يعني فينا خلي البيت كله ما حدا يشتغل على الإنترنت، نشتغل عليه لحالنا تقريبا. ممكن تقريبا إذا في طالب بالبيت ممكن يكون في طالب وشخص تاني عم يستعمل الإنترنت ما يحسوا بمشكلة إذا هو بالحد الأدنى الواحد ميجا مثلا. تمام. هلأ بالنسبة لموضوع المعاهد والمؤسسات، الهيئة أعلنت أنه هي بتدعي المعاهد والمؤسسات التعليمية تصرح شو عندها بلاتفورمز أو شو عندها خلينا نقول منصات ومواقع بتقدم هاي الخدمات، لهي تراسل هالمزودات اللي مشتركة بالخدمة الخاصة ومزود الدولة ومشغلين الخليوي لتصير فور فري يعني 100%. وبالتالي اليوم مثلا اليوم اللي هلا عم بحكي انا وياكم فيه، وزارة التربية صرحت عن مواقع لوزارة التربية. تمام. وبالتالي هلا اي حدا طالب بمرحلة الاساسي والثانوي قادر يفوت على منصات وزارة التربية اذا هو مشترك من خلال مزودات مساهمة، يعني مشان ما كمان العالم تجرب تقول والله ورطونا وصرفنا من الباقة، بده يكون أول شيء متأكد أنه هو مشترك بخط إنترنت من مزود مشارك بهي الخدمة، زائد بيستعمل هالمنصة. هو كيف بده يثبت أنه أنا طالب؟ في شيء كود، في شيء رقم؟ هو عمليا أي حدا بيقدر يسجل على هالمنصة ويستعمل. يعني مثال إذا أنا اليوم ماني طالب خلينا نقول وحابب اطلع على شيء بشيء بالفيزياء من التعليم الأساسي أو الثانوي، شو بيمنع بالمبدأ؟ فاليوم بالعكس أنا بدي أرفع المستوى الثقافي والعلمي، مو شرط يكون طالب ليأخذ معلومة، وهي شغلة كتير إيجابية. 100% ممكن يكون مدرس، ممكن يكون أب أم بتدرس بدها تحضر، بجوز هي ابنها بالمدرسة بدها تحضر فيديو عن الدرس اللي بدها تعطيها تبع رياضيات مثلا، ما بعرف. فاليوم حتى المدرس بجد يفوت يجاوب عن أسئلة، أو مثلا الطالب نفسه عنده حدا بده يفوت يسأل ليش شو بدي أعلمه. وبالتالي اليوم هاي المنصة التفاعلية بتساهم بشكل عام أبعاد يعني غير مباشرة برفع الثقافة الاجتماعية بشكل عام للتعامل مع الإنترنت لجلب المعلومات. تمام، خلينا نحكي هلأ برأيك هل تم تجهيز الحلول الفنية لدخول الكادر التدريسي والطلاب إلى العملية التعليمية عن بعد؟ وبدي كمان الهدف من توقيع المذكرة بين وزارة الاتصالات ووزارة التربية. تمام. شو هو؟ حقيقة بالنسبة للبنى التحتية هي جاهزة كما بحكي من جهة وزارة الاتصالات، من جهة وزارة التربية أو وزارة التعليم أو المعهد أو كذا كل منصة عم تنشغل لحال. يعني مثلا وزارة التربية عندها تطبيق نافذة التعليم، بتقدر تفوت على كل الكتب المدرسيه وتشوفها الكترونيا، وفي عندهم جزء مصور فيديوز او كلهم ما عندي تفاصيل، فهذا مجهز. ولكن مثلا في يمكن نلاقي معهد معين لسه هو مو جاهز ليطلق هي العمليه. فهي القصه العلاقه يعني خلينا نميز بين البنى التحتيه هي من وزاره الاتصالات فهي جاهزه،
وفي التطبيقات اللي حتتقدم من خلال البنى التحتية، في جزء تمام. جاهز وجزء مجهز حسب وين أنا بدرس. يعني مثلا في جامعة يمكن بدرس فيها ما لها جاهزة، وفي جامعة أنا بدرس فيها جاهزة، فإلها علاقة بجهوزية اللي بده يقدم المحتوى التعليمي، بينما كبنى تحتية هي جاهزة. هلأ محتوى المذكرة بيقول أنه الوزارة التربية لما بتبلغ وزارة الاتصالات عن أي محتوى تعليمي لمعهد لمدرسة لأي شيء موجود أونلاين وبدهم يعملوا للطلاب أكسس عليه شوفوته عليه، متى ما بلغت وزارة الاتصالات من خلالها الناظمة الاتصالات والبريد بيكون هذا المحتوى الولوج له مجاني، وبالتالي هي الهيئة دورة بتبلغ كل المزودين أنه هذا السيرفر هذا الاسم هذا الموقع هذا الاي بي اللي هو إذا حدا طلبه من مزودات المشتركة بالخدمة لا تحسبوه ضمن الباقات. يعني نتمنى هيك مثل ما قلت تنرفع الثقافة أكثر وتتاح إلى كل العالم، خاصة أنه كلنا صار معنا صحيح. موبايلات ذكية وكلنا عنا إنترنت وكلنا خايفين من كورونا، فخلينا نقعد نستفيد بقعدتنا أحسن ما نقضيها فيسبوك وإنستغرام وغيرها. شكرا كثير لك لنشكرك. شكرا كثير لك ولوجودك معنا، أهلا وسهلا فيك. هلا ليا شو بتحبي من الورود؟ انواع الورود اللي بتحبيها شو هي؟ تعالوا نروح نتعرف على الورده الدمشقيه سوا بالتقرير التالي. اكيد. الوردة الدمشقية عانقت الزهور الدمشقية التاريخ، ووصل عبق أريجها إلى جميع بقاع العالم، وارتبطت بالموروث الثقافي والحضاري بحكم تواجدها في معظم البيوت. يعود اكتشافها إلى العصور القديمة، ومصدرها شرق البحر الأبيض المتوسط. تحتاج الورود الدمشقية للمياه بشكل كبير. أخذت هذه الورود شهرتها وأهميتها لكثرة فوائدها العطرية والطبية والغذائية وحتى التجميلية، كما أنها تستخدم في المطبخ الدمشقي كأحد التوابل، وكذلك يشتق منها ماء الورد. تأخذ الوردة الدمشقية ألوان الأحمر الفاتح، الأصفر، الزهري وغيرها من الألوان. يستعمل الزيت الموجود فيها لإنتاج أفخم أنواع العطور، لذا لقبت الوردة الدمشقية بملكة الأزهار. هلا سمر خلينا ننتقل الى فقرتنا التاليه. 2000 شخص اجتمعوا الكترونيا بتدريب ورشات على الكتابه بعدد 200 شخص مقسمين لاربع اقسام، اجتمعوا ضمن منصه تعاون تجمع موهوبين، واكيد بتزيد لهم الثقه بشغفهم ليقدموا العديد من الاعمال التطوعيه المفيده، واهمها تاليف الكتب وتنسيقها وتصميمها. ولنحكي اكثر عن الفريق معنا أماني الكوكو طالبة حقوق من فريق وبدا. أهلا وسهلا أماني. أهلا وسهلا فيكي. وأيضا رنيم الخلف طالبة معلم صف من فريق وبدا. أهلا وسهلا فيكم صبايا ويسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. بالبداية خلينا نتعرف أكثر على فريق ومضى، خلينا نحكي كيف بلشتوا، إمتى بلشتوا، كيف بلشت الفكرة معكم؟ هلأ بداية كما وافتنا نور أنس طيارة بتفاصيل، نور أنس طيارة هي طالبة معهد برمجة حاسوب قسم البرمجيات،
عمرها 21 سنة. نور أنس طيارة بلشت الفكرة بأنه كان مجموعة من الشباب لاقين توتر وخوف وضعف ثقة بموهبتهم. فنور أنس طيارة لما نشرت كتاب الأول اللي هو بعنوان لعلهم يتفكرون، لقت أنه الشباب بحاجة لمنصة تدعم هالموهبة. فهي إجا إحساس داخلي عندها بأنه هي تساعد هالمواهب وتوجههم لمكان يدعم مواهبهم بالشكل الصحيح ويدعم الثقافة العامة والمجتمع والوطن الحبيب. بعد هاي الفترة صار يزداد عدد الناس يلي يقولوا لناس أنا لنور أنس طيارة لنور أنس طيارة أكيد أكيد لنور أنس طيارة لنور أنس طيارة اللي ما قدرت تكون معنا اليوم الثقافي المبدع. طبعاً. خلينا كمان ننتقل لحضرتك ونحكي أيضا عن المشاركة، يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمة 2000 حدا 2000 عضو على مواقع التواصل الاجتماعي، تماماً ضمن ورشة إلكترونية من داخل كل بيت فيه أي حدا يشارك معكم هي الورشة. خلينا نحكي شو قدمتوا هي الورشة، قد استمرت كم يوم، ومن بين 2000 شخص كيف لمستوا التفاعل؟ هلا نحن عندنا 2000 عضو بمواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، بس نحن الفاعلين 200 عضو تقسموا لأربع ورشات، كل ورشة فيها 50 عضو لحتى إنه يكون عندهم الوقت إنه كل حدا ياخذ الكم من الاهتمام. وطبعا الأنسة نور أنس طيارة هي متابعة كل هاي الورشات بنفسها، وكل ورشة عندها مشرف لتنظيم هذه الفقرات. عندنا كمان ورشة للديزاينر وورشة محررين للمجلة الإلكترونية اللي عندنا. أكيد كثير من الأعمال قدمتوها وكثير من المسابقات والجوائز كمان قدمتوها، خلينا نحكي عن القصص اللي عملتوها وكان لها صدى على أرض الواقع برأيك. هلأ بالبداية نحن كان عندنا كتاب إلكتروني بعنوان ترياق روحي. الكتاب بيحتوي على 3 أقسام، أول قسم ترياق الصباح، ثاني قسم ترياق في أزمة الحياة ووسط الحوادث اللي نتعرض لها بحياتنا، ثالث قسم كان بعنوان ترياق في ظلمة الليل. أكيد. وفي كمان عنا مجلة إلكترونية بتدعم نصوص أعضاء الفريق ومسابقات إلكترونية لتحفيز روح التحدي لدى أعضاء الفريق. تمام. يعني نحن خلينا هيك نحكي قدي أنتو صلكم بالفريق، قدي صار ليك؟ صار لي تقريباً 4 أشهر. وحضرتك؟ تمام تقريباً 3-4. تمام. يعني ضمن هالأربع شهور شو اختلفت معكم الحياة من خلال هاي الورشات، من خلال التواصل مع أشخاص جداد يمكن لحتى يصير في تبادل بالأفكار وخاصة الأفكار الثقافية؟ هلأ أول شيء كان في خوف أنه نحن نكتب وشي ما بننشر أو هاد، بس طبعا الدعم اللي قدمه الفريق هو دعم يعني عن جد ملموس، قدموا لنا إياه أكتر يعني أكتر حتى نتشجع ونكون أقوى ونشارك بعدة مجالات ثقافية. ونحن طبعا بنطمح ليكون انه دعم من وزارة الثقافة واتحاد الكتاب العرب ان شاء الله. اكيد كثير من المسابقات اللي قدمتوها، مسابقة ارتجال، مسابقة القاء، وكثير من المسابقات الثانية. خلينا نحكي عن مجلة هلا بالختام من يومين تقريبا، مجلة ومضة، خلينا نحكي عنها. كمان في لها شروط الاشتراك فيها مثل المسابقات اللي عم تقدموها شو ما كانت. طبعاً. هاي لها شروط للاشتراك فيها، كيف الشروط وكيف ممكن الشباب ينضموا لكم؟ هلا بالبداية انضمام الشباب لأنه بيكون عبر صفحة الفريق الإلكترونية بعنوان فريق ومضة الثقافي، أما عن الاشتراك بهي المجلة الإلكترونية بيكون عبر مسابقات بتنظمها المشرفين بالفريق بالإضافة لمؤسسة الفريق نور أنس طيارة. طبعا هي الشروط وشروط سهلة لكل كاتب يعني لأي حدا. وفي عندكم كمان شغلة حلوة هي مثلا طالعتوا آخر الشيء هي كتاب تقروه مثلا شهر وبعد شهر يتم مناقشته. خلينا نحكي مين طلع بالفكرة وكيف عم بيكون التفاعل معكم بهالموضوع. هو كتير كتير انه عملوا بينزلوا كتاب بيتم شهر كامل، بعدين بيقدموا اطروحات انه نحن عجبنا هذا الكتاب او هذا الكتاب، بنرجع بننزل كتاب ثاني بعد الشهر اللي نزلنا فيه الكتاب الاول، وبيكون في
تواصل كبير وإقبال كبير من الناس إنه على الأطروحات الكتب والروايات. تمام، يعني بالختام قبل ما نختم معكم صبايا أكيد نتمنى لكم التوفيق، بس خلينا نحكي مشاريعكم المستقبلية. هلا مستقبلاً مستقبلا نحن بنسعى لانه نلاقي اول شيء دعم من وزاره الثقافه واتحاد الكتاب العرب، لانه هذا الدعم كثير مهم بالنسبه لنا نحن كشباب وشابات مبدعين. ونحن كمان بنسعى لنضيف ونحتضن مواهب جديده بالفريق مثل الرسم والعزف والغناء. اكيد حضرتك شو بتحبي توجهي كلمة أخيرة؟ أول شيء بوجه تحية كبيرة إنه لمديرة الفريق اللي ما حسنت تيجي، طبعا هذا يعني أثر فينا شوي، بس إن شاء الله نكون نحن وصلنا الفكرة ويعني قمنا بالدور اللي عنا يعني مثلا. أكيد. هلا بالختام سؤال ختامي لكم أنتوا الاثنين، هلا هل برأيكم الكتابة ممكن أي شخص إذا تعلم أساسيات الكتابة من سيناريو حوار كتابة قصة مثلا ممكن يصير كاتب، ولا برأيكم لا الكتابة أعمق بكتير يعني هي بتيجي من شخص من جوا؟ كيف عم تلاقوا من القراء اللي عم بيكونوا معكم كيف عم تلاقوا هاي الموضوع؟ هلا بالبداية هي الكتابة بتصير عبر مراحل، فعندنا في عندنا خطوات وفي عندنا ناس بتكون موهوبة بأصلها، في ناس بتكتسب الموهبة عن طريق القراءة، عن طريق إنه أساسيات وأفكار بياخذها الكاتب. تمام، نحن بدنا نشكركم صبايا وبنتمنى لكم التوفيق، موفقين يا رب. أما هلا مشاهدينا فخلينا نروح إلى غرفة الأخبار للاطلاع على أهم المستجدات يلي عم تشهدها الساحة السياسية مع زميلتنا لور خضور. صباح الخير يا لور. صباح الخير ليا، موجز لآخر الأخبار بعد الفاصل. أهلا بكم. أخمدت كوادر الإطفاء الحريق الذي اندلع في الأراضي الزراعية في بلدة الناصرة بريف حمص، وذكر موفد الإخبارية أنه تمت السيطرة على كامل الحرائق التي اندلعت في الأراضي الزراعية في بلدة الناصرة وحاليا في طور التبريد والمراقبة. وأضاف أن وعورة المنطقة وتضاريسها الجبلية التي اندلع فيها وسرعة الرياح كانت سببا في تأخير عملية إخماده، مشيرا إلى مشاركة فرق إطفاء من حمص وطرطوس وأهالي المنطقة في الجهود الكبيرة التي بذلت في عملية إخماد الحريق. وصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها اعتداءاتها على المدنيين في قرى منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالية، وذكرت مصادر أهلية أن عددا من قذائف المدفعية أطلقتها قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية تعمل بإمرتها سقطت عند أطراف قرية قزعلي في منطقة تل أبيض قرب الحدود التركية. اقتحم مستوطنون إسرائيليون مدينة الخليل بالضفة الغربية وقاموا بعمليات تجريف واسعة لأراضي الفلسطينيين. المستوطنون اقتحموا خربة زنوتة شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل بحماية قوات الاحتلال، وقاموا بتجريف أراضي الفلسطينيين فيها بهدف الاستيلاء عليها وتوسيع مستوطنة مقامة في المنطقة. أعلنت الخارجية الروسية أن تصريحات واشنطن حول خفض سقف احتمال استخدام السلاح النووي تثير قلقا روسيا خاصا، وتتضمن عبارات حادة تنحدر إلى حد الوقاحة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاغاروفا تعليقا على تقرير الخارجية الأمريكية حول الأمن الدولي في المجال السبراني إنه مبن على الخطاب المعادي لروسيا ويتضمن عبارات حادة قريبة من الوقاحة. وصلنا لختام الموجز، عودة إليك ليا. نعم شكرا كثير لك يا لور، واكيد هلا مكفيين بصباحنا يا سمر لليوم. بعدين وصلنا لفقرتنا الاخيره، رح نرجع نذكر باهميه الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعيه تجاه هذا المرض وما هي التحذيرات والخطوات الواجب اتباعها في حال الاصابه بالمرض لا سمح الله والله يبعده عن كل العالم. رح نحكي اكثر بهذا الموضوع مع الدكتور اكرم الاحمر اخصائي نسائي. صباح
الخير دكتور. يا صباح الفل. يلا يسلمكم. صباح الخير دكتور. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نحكي عن السيدات اللي عملوا فحص المبكر عن سرطان الثدي، كل قديش بتنصحوا انه يرجعوا يعملوا الفحص، واهم التوصيات حول الكشف عن سرطان الثدي؟ هلا كلمه الفحص المبكر هي بتقول مجموعه اجراءات. هلا نحن بالحمله اللي موجوده هي بتتضمن بشكل اساسي شغلتين، اجراءين بالاحرى، الايكو والمامو للثدي. هلا الايكو هو عباره عن امواج صوتيه وسيله تشخيص. المامو هو عباره عن اشعه سينيه، يعني مثل الصوره اللي بنعملها للايد، للمعصم، للركبه لما حدا بيوقع او شيء. هلا بدي احكي عن هدول الاجراءين. ما في واحد منهم خليني اقول بيغني تماما عن الثاني، هن بنقول اجراءين مكملين. ولكن هلا التركيز بشكل اساسي بيكون بهي الحمله على المامو، ماموجرام. هلا هو الحقيقه اجراء، خليني نكون واضح ودقيق بهالنقطه، هو اجراء يعني خليني اقول مزعج ولكن غير مؤلم، غير راض نهائيا. تمام. هي النقطه. النقطه الثانيه، هذا الاجراء يستدعي انه يكون بالوقت اللي بدها تعمل فيه السيده او البنت، السيده او البنت بدها تعمل فيه هذا المامو، بدها تكون خليني اقول بعيده عن قبل 5 أيام من موعد البيريود تبعها، وبعد 5 أيام من انتهاء. يفضل يكون هيك مشان يخف الاحتقان اللي موجود بالثديين في حال وجوده بسبب وجود الدورة الشهرية. يستدعي جهاز جيد، تكنيشن فني يقوم بالتصوير بشكل جيد، اتباع المريضة للتعليمات بشكل دقيق أثناء التصوير، ودكتور شعاعي قارئ جيد. مع العلم بدي أقول معلومة جدا هامة بين قوسين، إنه في عنا نحن حالات كشف الماموغرام، الماموغرام ماموغرافية اللي عم نعمله هلأ، كشف قبل 3 سنوات من ظهور الورم السرطاني سريريا. فقديش عنا فرصة بهالحالة، جواب يعني تتم للجملة الأخيرة، عنا فرصة بهالحالة لنسبة شفاء تكاد تقارب حوالي 98%. إذا نحن عم نعمل إجراء جدا جدا هام. هلأ مثل ما قلنا الإيكو هو بفرجينا شيء تاني، وخاصة أنه الإيكو بيساعدنا بشكل دقيق كتير على أنه نكتشف بعض الآفات الموجودة بالثدي يلي هي منتشرة، يلي بحسن الحظ أنه هي آفات سليمة، يلي بتتضمن شقين، الداء الغدي أو الداء الغدي الليفي أو الداء الكيسي، يلي هو تقريبا بيبقى منظره واضح على الإيكو. ما بنضطر وقتا نروح باتجاه مامو إلا لبعض الشرائح المعينة وللحملات المعينة. هلأ إذا بدنا نقول أنه نحن إمتى بنلجأ لهذا الإجراء، شو الشرائح العمرية بنلجأ فيها؟ منقول إذا عم نعمل سكرينينج، نحن هلأ مسح، منقول باعتبار أنه سرطان الثدي هو سرطان درجته ثانية أو ثالثة من ناحية الإصابة. وبدي أقول معلومة حلوة هلأ عند الصبح معكم، أنه الحقيقة ما في ازدياد بنسب الإصابة، بس الأرقام العالية اللي عم نشوفها، والحمد لله طبعا الأرقام اللي عم نشوفها هي نتيجة زيادة الوعي والاكتشاف المبكر. فهذا تأكيد كتير كبير على قديش الحملة أنه عم تقوم فيها للدولة جدا هامة بكل مؤسساتها. طيب هلأ منقول نحن في له شريحتين سرطان الثدي، أوكي؟ تمام. الشريحة الأولى الإصابة الأعلى بتكون فوق 45-50 سنة، في حوالي 15% بيكونوا أقل من هذا العمر. تمام. إذا ما أنه بنت أو سيدة عمرها 30-35 سنة ما بتنتبه لذاتها بالشغلات اللي راح نقولها هلأ، أوكي؟ طبعا. طيب هلأ بهذا الإجراء منلاقي الشريحة العالية موجودة هون، من قلن هدول. وفي شيء يتبع الحقيقة كمان نكون دقيق، الحالة الدولة أو المستوى الشعوب والسياسة التأمينية، منقول نحن كل 2 سنين مرة يكفي فوق 40 سنة، فوق 50 سنة يكفي مرة لازم يكون كل مرة، فوق 60 ممكن يكون أكثر، للسبب انه هون هون الشريحه الاكبر 15% بيكونوا نسبه اقل. ولكن لكن هلا بدي اقول اذا تسمحوا لي معلومه ارجو الانتباه والكل يعني يعني نركز عليها، اي انثى بنت ولا ست عندها قريبه درجه اولى اصيبت بسرطان ثدي يجب تقديم موعد اجراء المامو 10 سنوات على الأقل. يعني إذا أختها أصيبت بسن 50 سنة، هي من الأخت الثانية أو الأخوات الثانية بالبيت، تماما سيدتي، من 40 لازم يبلشوا بقابي الفحوصات خصوصا الإيكو والمامو. طيب هلأ منقول شو في شغلات تانية لازم ننتبه لها، بمعنى منقول شو عن إحنا في عنا عوامل مؤهبة
عوامل مؤهبه خلينا نقول الايج العمر بالاول. شو العمر؟ بمعنى انه الشرائح اللي حكيناها، قصه البلوغ. هلا اللي عندهم قصه بلوغ مبكر هدول ممكن يكونوا معرضين للاصابه بسرطان الثدي من ضمن الشريحه اللي قلنا 15% باعمار مبكره، او يلي المينوبوز تبعهم سن الحكمه مثل ما اتفقنا نسميه، او سن الياس يلي بيكون معهم بيضل فوق ال 55، هدول عندهم نسبه اصابه اكبر بسرطان الثدي. يعني منلاحظ الشرائح العمريه والقصه التمثيليه لها امتى بدات الدوره الشهريه او امتى انتهت عندها. الشيء الثاني انه بنشوف في نسبه اصابه اكبر بالغير يلي ما صار عندهم حمول وانجابات، بنشوف في نسبه اصابه اكبر عندهم بسرطان الثدي من يلي صار عندهم حمول. لو ضلوا نفس ضمن الشريحه الانجابيه، انا عم اقول يلي تاخروا اكثر. هلا حقيقه عندنا الرياضه، الحقيقه هو التعرض الهرموني المستمر للاستروجين بهالحاله هي، لانه لما بصير في حمل بصير وقتها يعني توازن هرموني مختلف تماما، استروجيني بروجستيروني بسبب وجود الحمل. التعرض المستمر للاستروجين بهالحاله لما بتكون هي تاخرت بالحمل او ما صار في زواج وحمل بيزيد من نسبه اصابتها. وهي على كرمه الاستروجين هلا بدنا نقول هيك نتذكر انا وياكم نقول معلومه هامه بتعلق بالبيلز، بحبوب منع الحمل وحبوب المعالجه المعيضه بالهرمونات. اذا الشيء الثاني الستايل اوف لايف، نمط الحياه، خاصه موضوع السبور والرياضه والغذاء، هذا جدا 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 دكتور ها. خلينا نعم نحكي بنقطة كثير مهمة. هلا كثير عم نشوف من البنات الصغار عندهم كياس، عندهم عم نشوف انواع من الشيء الليفي. هلا بس خلينا نحن نحكي ونوعي الصبايا الصغار خاصة من الرعب، يمكن احيانا الحالة النفسية هي بتزيد الحالة المرضية. اكيد أحياناً اكيد دائما أكيد. لكن خلينا نحكي، هل صحيح بيتحول الى شيء سرطاني ان كان الحقيقة الافات السليمة او الغدة الليفي؟ لا الحقيقة نسبة تحول لحسن الحظ طبعا، لسبب رح اقول ليش لحسن الحظ. طب هي ليش بتكون عند البنات اللي ما هم مجوزين؟ عند البنات اللي ما هم مجوزين تماما. غير انه لايف ستايل، لا هلا التوازن الهرموني تبعهم هيك، هلا هلا بهالمرحله هيك بيكون توازن الهرموني لغايه ما يصير في زواج ويصير في حمل. لا نسبه التحول للاصابه الخبيثه نادره جدا جدا لحسن الحظ، هي وحده، لانه السبب نسبه الاصابه فيها كثيره هي الافات السليمه. هلا التخوف الاكبر سيدتي، بتشكرك على السؤال الحقيقه، التخوف الاكبر اللي بيكون عندهم انه هن اذا اخذوا البيلز حبوب تنظيم الدوره، حبوب مانع الحمل لاسباب اخرى مختلفه، اتصال بالمبيض ولا شعرانيه ولا تكيس مبايض، اضطراب دوره، بلا بلا بلا، عسر الطمث، كثير استعمالاتها، انه عندهم تخوف كثير كبير انه هي تزيد من نسبة ضئيلة يلي بتتحول فيها هي الآفات السليمة لآفات سرطانية. بنقول لهم لا 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 ثلاث مرات، انه يلي بيصير انه بالعكس، اذا في عنا 100 حالة في 50 منهم بدها تتحول باستعمال هي الحبوب لأسباب أخرى، بتنزل نسبة 50% ل10%. طب دكتور إذا حدا معه ليف بيقولوا ما لازم تاخذوا مانع حمل، ليف وين بالغده اللي فيها بالثدي؟ لا تاخذ مانع حمل وبنقلها تكون مطمنه. تماما. دكتور برايك هل ممكن انه يصير خطا بالكشف المبكر، باشعه الكشف المبكر عن سرطان الثدي ولا لا؟ الجهاز يعني 100% النتيجه صح اكيد بتطلع. طيب خلينا نتفق انا وياكم على السر. تمام. اتفقنا؟ ما في وسيله تشخيصيه تقريبا لكل امراض العالم نسبة الدقة تبعيتها 100%. لا ما في. في عنا بعض الحالات إيجابية كاذبة، وعنا بعض الحالات سلبية كاذبة. فلذلك نحن بنلجأ لكذا وسيلة تشخيصية بتكون متممة لبعضها. منها إنه لما بنشوف شغلة مثلا بالمامو شكينا فيها مع وجود بعض الأعراض أو بغياب بعض الأعراض الأخرى يلي هي بتترافق بتغير شكل الثدي، ظهور هيك شيء على حلمة الثدي، نز منها، نلاقي الجلد مكرنش هيك شوي، منظره مو طبيعي، وجود بعض العقد تحت الأبط، لأنه أغلب إصابات سرطان الثدي بتكون بالربع العلوي الوحشي. المقصود ربع العلوي الوحشي هو الربع العلوي للثدي القريب للأبط من كلا الثديين. فلذلك بنلجأ لشيء تاني اللي هو اسمه الـ FNA، يلي هو عبر الإبرة
سواء كانت بشكل مباشر أو بمساعدة توجيه بالإيكو لحتى نقدر ناخد منها عينة. ببعض الحالات الثانية لو أنه الطبيب ما اقتنع ببعض الحالات بنتيجة الإبرة، لأنه ممكن تجي الإبرة بمكان في كتلة سرطانية لا سمح الله، بس لساتها مو كلها سرطانية. لما أخذ العينة البايوبسي، ما أخذ العينة منها، بتجي بمكان سليم، بنقول اطمننا 100%، لا. فلذلك أنه بنلجأ لإجراءات تانية، ممكن نضطر أنه نعمل شيء اسمه فروزن، بمعنى أنه نستأصل الكتلة، المريضة هي مخدرة، وفورا بالاتفاق مع دكتور الباثولوجي التشريح المرضي خلال 10 دقائق ربع ساعة بتوصلوا العينة، وعلى التليفون بيعطينا انه قراءة مبدئية انه اذا في شيء سرطاني بتكمل استئصال على حسب الخطة يعني، وبتستقصي العقد البلغمية وبتكمل عملية، اذا ما في شيء بتسكر وبتطلع. فاذا شيء 100% سيدتي الكريمة ما في، لا كله بده يكمل بعضه. واهم شيء يعني احتمال يصير خطأ، انت برأيك دكتور ولا لا؟ يعني هلا انت اذا اجراءاتك اكثر من اجراء، يعني مثلا يمكن مثلا بالايكو او بالماموغرافي صور، ممكن انه فورا يكتشف انه هو سرطان الثدي؟ لا، انت لا عم تقول اكثر من مرحله ممكن يشك. تماما، اكثر من مرحله الا ببعض ممكن الحالات الشديده. وفلذلك انا بدي اقول معلومه سيدتي الكريمه اذا بتسمحي لي، انه نحن لنكتشف سرطان ثدي بريست كانسر سنتيمتر سنتيمتر او اكثر، معناته صار له 5 سنين على الاقل. فإذا نحن لما منشك شيء بأوله ومنخليه عند متابعة، وإذا قلنا كل سنتين مامو، إذا عنا على الأقل فرصة فرصتين لنكتشف سرطان قبل الواحد سنتي، يعني نسبة شفاء فوق 98% مرتين على الأقل. لأنه مرة كنت عم صور وكان في دكتور، فبعد ما فحص المريضة وشاف لها بالجهاز أم قال لي معها سرطان. نعم فورا، يعني من جهاز فورا. الحالات الحاده سيدتي طبعا بتبين الحالات الحاده. فبعدين كمان هو طلب منا الا بدها خزعه وكذا وهيك، نعم. بس قال لي بس اكيد هي مع سرطان، يعني فورا اول ما شافها اكيد اكد طبعا بيان. في حالات شديده هي لانه تكون متاخره للاسف، وخاصه تمام. اذا ترافقت مع بعض الاعراض العلامات بالاحرى سوري العلامات اللي مثل ما قلنا تغير حلمه الثدي، تغير اتجاهها، نزل من الثدي، جلد الثدي كيف مكرنش وهيك منظره، يعني بيقول لحاله انه انا، بس هذه بتكون للاسف سوري منك بتكون حالات متقدمه. فهي واضحه هون تقريبا ما في مجال للخطا، نحن عم نحكي عن الافات اللي لساتها بمراحلها الاولى، وهذا اللي بنتمنى انه نلقطه. يعني الحقيقه هي الحمله الغرض منها انه نلقط هي الافات اللي ببدايتها. تمام دكتور، قبل ما نختم مع حضرتك، دائما بنسمع كثير اقاويل وللاسف اغلب المجتمع بيصدقها، بيقولوا اذا في شيء ليفي مشكوك بامره انه هو سرطاني وانفتح الثدي وعن صار عمليه تجريف، ممكن هو يزيد او يمكن ينتشر. هو يحوله او ينتشر او يحوله او يشم الهواء او يشم الهواء وبيقوم. خلينا نحكي عن هاي النقاط المخاوف بس مشان نطمن كل حدا. سيدتي الكريمه، ما دام الاجراء اللي عم يتم بايد خبيره وعرفان الدكتور حاله شو عم يشتغل، من لهم الايدجز، نحن عملنا شيء اهم شيء اسمه الحواف، انه اجى استأصل اخذ حواف سليمه حوالين الماس الكتله اللي عم يشيلها، حواف سليمه من كل جهاتها، لا رح ينتشر ولا رح يشم هواء ولا رح يفرع وانت وذكر مثل ما بيقولوا هيك، لا ما في شيء من هذا منه ابدا، بالعكس يطمئنوا، بترجى منه خساره جزء بسيط من الثدي مع يعني خياطه تجميليه لها تكاد لا تشعر انه تم اجراء عمليه على ثديها، بس ما انه نتيجه تخوفها تفوت ب لا سمح الله بسرطان ثدي بدرجات متقدمه. الرد النفسي مرعب، الستايل اوف لايف اختلف تماما لها ولكل العائله، الرد المادي مرعب يلي الدوله عم تتحمله كلياته، المعالجات اللاحقه من كيمو وراديوثيرابي وهرمونال ثيرابي، يعني شيء رعب. لا بنقول لهم لا تخافوا، ما رح ينتشر ولا رح يشم هواء. اكيد دكتور متشكرك، متشكر نصايحك القيمه دائما وبننتظرك دائما، والوقت قد ايه بيمرق هيك بسرعه معك دكتور. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. شكرا سيداتي، شكرا لوقتك. والسلامه لكل ياسمينات سوريا يا رب. اكيد امين. اكيد نحن بنتمنى السلامه للكل، وبدي اتمنى نهار يكون حلو على كل الناس. انتبهوا كثير منيح على حالكم، ودائما نقول ان شاء الله ويا رب بكره يكون احلى واحسن، ويعطيك العافيه يا سمر. ونهارك سعيد يا ليلى.
وانا وليك اليوم هيك طالعين نفس الشيء قديش هيك لابقين مع بعض وحتى الدكتور كمان هيك الوان هيك كلها حلوه واكيد لهم نكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي لليوم. نلتقي بكره على الساعه 9 والى اللقاء.